عادي، هو كانت مشكلة عندي زي أي شاب بتحصل له، إن إحنا كشباب يعني عموما بنقطع في الصلاة، يعني ممكن تلتزم شوية ممكن ما تلتزمش. فأنا جت عليا فترة أنا كنت بصلي الفجر جماعة بلا استثناء كل يوم، فجت عليا بقى فترة إن أنا ما بقيتش أصحى عشان أصلي الفجر بسبب تعب الشغل والكلام ده. ففي مرة بصليش بقى الفجر جماعة وما بصحاش أصلا عشان أصلي الفجر. ففي مرة جالي تليفون، وكنت مقتنع جدا إن أنا تعبان، لا وإزاي وربنا يسامحني. فجالي تليفون حاجة تبع الشغل، فقمت على طول، قمت ولبست ونزلت على طول بالليل. فاتضايقت من نفسي، يعني انت ايه، انت بتصحى عشان حاجه تبع الشغل ومش عايز تصحى عشان تصلي الفجر. فابتديت ابحث في الموضوع عايز احل المشكله، ما هو كده دي مشكله بتبقى متعلقه بالنفس فنفسيه. فانا عايز ابحث بقى في الموضوع، قعدت ابحث في الموضوع فلقيت فيديو هو فادني كتير. فانا مش هطلع اقول الكلام اللي في الفيديو ده، انا هعرض لكم الفيديو لان فعلا اثر فيا وفادني كتير ونبهني لحاجه انا ما كنتش واخد بالي منها خالص. فانا هسيبكم تستفيدوا بالفيديو، وان شاء الله يعني كلنا نفيد بعض ويبقى في ميزان حسناتنا الفيديو ده. هسيبكم على الفيديو. الله عز وجل يعلم ما في نفوسنا فيؤدبنا بحسب ما في نفوسنا، لكن نحن دائما لأنه نرى أن الدنيا بس فلوس نربط العقوبة بالفلوس، ولا ربما الله عز وجل عاقبك أمس وأنت لا تعلم. تدري شو أكبر عقوبة ربما يعاقب بها الله العباد؟ أن يحرمك من الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه والله العظيم، الله إذا حرمك من أن تقف بين يديه أعظم عقوبة لك ليس العقوبة أن تفقد ولد ولا مال، أن يحرمك الله أن تقف بين يديه. إذا وصل الأمر لحرمانك أن يحرمك الله من أن تقف بين يديه وكل النعم حولك، اعلم أنك وصلت لذروة العقاب. لأن البلاء إذا ابتلاك بولدك تؤجر، إذا ابتلاك بصحتك تؤجر، لكن أن يحرمك من الوقوف بين يديه